السلام عليكم، اسمي منمار. اليوم في فيديو جديد لعبة سوبر سماش بروس فور ويو. كيف حالكم يا جماعة؟ المرفت يا جماعة، لعبنا بي في ترينر، والان نزيدو في شخصية سماش 4 جديدة اللي اليوم روزالينا اند لوما. هذه وقتها عملوا تريلر، عملوا نينتندو دايركت ظهروا كثيرا ماريو كارت 8، بعد جيبوا فيها في الاخر تريلر لي روزالينا مش تجي لسماش. وقتها من هون التريلر هذا بدا الهايب متاع سماش، انه في كل دايركت لازم يجيبوا شخصيه سماش جديده. بدا الهايب انه صار الاي 3 عن ثلاثه شخصيات. اوكي، مش كيما مثلا في براول ما كانش فما الانترنت، ما كانش فما كوميونيتي كبيره، يعني التريلرز كانوا كسونيك وسنيك، مش تريلر كل شخصيه. مرة هذه تريلر كانيميشن وكل شيء. لذلك من وقتها من روزالينا بداوا الناس تلاو شكون زعما. من وقتها كان استنى في ليتل ماك، بعديك جابوا ثاني شخصيه، جابوا ليتل ماك واش بينا في باك انا واي نمشيو روزالينا. لما روزالينا ما فيها كزوز وحيد تحكم فيهم في نفس الوقت، مش كيما ايس كليمبرز. من جميع شخصيات ماريو اختاروا هذه روزالينا. روزالينا وقت جات فتره مشات سوبر ماريو 3 دي وورلد، في التنس، في البارتي، كل العاب الكل دخلوا روزالينا دوما. روزالينا اسمها فن دوما، اسمي فيها دوما. ونحط هذه هكا برنسس اخرى من عالم ماريو، برنسس الفضاء ويجي داون تاون. شنو فما لويجي ضدنا؟ اوكي، ضدنا بايونيتا يا جماعة، مش لويجي ايجوني. شو بدأ في الكومبوز متاعها هون؟ يقعد سماش اربعة بايونيتا. شو ما حركة روزالينا؟ نجم نبعث اللومة متاعي تسكر عليها وخليها غاد. براني نحب نحطها بعيدة باش نعملو بيها بعض الكومبوز. لا متضربيش لومة، اضرب اللومة فم. بعد ضربتها اللومة ما كملتش عليها، حالي كملت. مش عارف فما لاج، مو حتى ممكن اصل ياسر ما لعبتش. قوي عليه ياسر بايونيتا. ما عنديش كثير من حركة روزالينا، هي قوتها صحيح ومزوز وحيد. عند هذه ضربتها في الهواء سماح، لكن تو عند هذه لازمتها ايتمز، الحركة الوطنية لازمتها ايتمز. و حطيت اللومة شنو الحركة الأخرى اللي مسحق عليها شيء؟ اللومة تضرب زوز ستار بيتس، ماهيش حاجة كبيرة، حتى راه قصار رينج نتاعها قصيرة مش بعيدة. نحبو البعيدة هنا، اوف نطلع لفوق. يا لومة زرقاء على لون مانو ماريو. دي الرينج متاع تحط عم اول نسيتو الجراب. ايش شارع ارجع لهم ارجع بس هي ماتت. عندها وقت حتى ترجع لهم ورجعت لوحدها خضراء. وعدوا طاحت. يا موت. اطلع رجعت لفوق. بايونيتا باي اخرى. تويك ستيج الثاني يا جماعة، ضدنا كلاود، ضدنا اصحابي. الحمد لله اللعبة تمشي بالباهي. ايش كلاود؟ اللعبة ضد زوز اقوى دي ال سي كاركترز. يعني مرة كلاود ومرة بايونيتا. لعبة درش بها.
اخس كان نجيبو لي ريو بون مش قوية ما ندير سي اخر مش خاسر توا ما ممكنش نتوقعو انو ريو واحد من ستريت فايتر من لعبة فايتينغ اخرى يجي لسماش. لعبة فايتينغ تخيل انت ماريو يمشي يمشي ستريت فايتر. اوه كارد بيلي عنده الوحدة عشان نعمل ليش داون ام سبيسيال عدنا خاطر خاطر ما استعملهاش هي في اوكي ضربت اللومة يز من الحركة اوف عملنا ريكوفري اضربوا لوما قتلت لوما طب 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 رش رجع قدامي ما يحشمش هكا كل طامع في كل نلمت لوما اضربوا هات يضربوا انت لوطا روما بس مش ترجع ترى مشتيح 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 لا امشي بما لا والله ما زالت الحمد لله ماتت لا كلات بيخة نحكي لكم شي جماعة بعد اللومة يقتلني بعطني فوق الشعر الهبط سبايك ضربته بالسبايك كما مش عالي منيح حبيتو يا بطلوطة يلا ربحنا بطرح بلوزان تا تا رب تا تا عند اغنية خاصة بها مش كيما كلاود نحط روزالينا تويكا باش نعملو عركة البرنسيسز بيتش ولا روزالينا شوفو شكون خير ما كنتش بنعمل شكون عنده فماش ايس كريم بس لا وفما داك هاند دانك يعني عنده شكون مع عنده البطة وهذي عنده ال او مش كيف كيف هذه تجم حكا بيها رخ البطة تابعته كيما بانجو كازوي جيني في حركة في حلبة ماريو كارت نايس يلو ما عمل حاجة وين تغزر لي نكف الضرب ايوه ضربتها هوب ضربتها في الهواء اللومة محصورة انت مو خاسرة لازم ناخذ نضرب باش اللومه مترجع ليش اتشا اتشا البرا عندي موت الريكوفري بتاعها سيئة روزالينا لازمتك تجي على الطرف لينا ماشي فوق لا متصفقنيش وعندها تصفيق اخرى كيف فهم زيد حيا
بعض الفوق. انا مش نجبدها من عندي هيك، ولا جبتها نوعا ما. مسقتني بيتش الرولر نتاع العالم، الرولر نتاع دمشق كينج دمكا هي اللي تغلب. بحث الفوق بلاحظ نتاع سبايك. صفقة على قناة تلتا مرة. ما يبين يا جماعة شنو عجبكم الفيديو، لايك كومنت سبسكرايب. مرجي ليتل ماك باش نعمل بوكسينغ تصميم الماريو.